بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعدوان إلى على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة القلم، سورة من أري سورة القلم ومكية وآية وآيات 52 أيضا جوا كونتون إيه لما أيضا مركز وحيابا مظهر كعام كالأرقاء ما يكون بذها سورة هم كاها كديقي أيضا جيدا تربدني أيضا قابن وآية iyan badanyeen beenama un aragaana quraanka markii madiinaha gudigi in aayad dheer liya aayado jana tiriyirin laakiin dheerin suurada may buuha wa makkiya waaye tartiibada suurada lixdan iyo siidad waaye suuratu 68 wa suurada lixdan iyo siidad waaye suuratu alqalam min suur makkiya wa may ku hadlaase أصول عقيدة الإسلامية العقيدة والإيمان أضب لحات هي طبعا صورة محور شيء أضب لحات ما يكون لدي ثلاثة مواضيع أساسية سد موضوع أساسا كان كوال ما يبقى موضوع الرسالة موضوع الرسالة والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شبه ذيها جيدين وحيابها مثلا ملأوالك يوها أروريين قال هذا ما كروك دي وانا كساب سنايتي ويونا هك جيدين دعوة دي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومتن كويري ودعوة التوحيد كايتي موضوع اللي بعد ما يبقى قصة أصحاب الجنة هو البستان يلقى جيد بير بيرتو دات كلها هاين خير يمن هاين قصدي يا صورة كشيكاس لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى سميل قصاص ميل هنقاضي نتيجة كل هذا كرت إن إلهي لك جسار نعموينك إلهي لك سي إن هذا كجسار أبال درت وحبا كل هذا كر تنسيد عدم إبواها الآخرة وأهوالها وشدائدها وآخرة يوم الآخرة لباتين شيء وحيابها إلهي سبحانه وتعالى دياري للفريقين لابد الفريق والإله دياري صورة قدرات مسلمين ومجرمين سببنا لكن صورة حج ما حج سارتي إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالتي إن لسوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إن بنا مذي سواء صورة تاسع حجي وإن شاء الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبدو تفسيره هذه الصورة بلا بسم الله إلهي ما عشيك بلا إله الرحمن عرس عامك الله علي الرحيم إن حرست جارك الله يقول الله تبارك وتعالى إلهي مبرنون والقلم وما يصدرون نون الله أعلم مراد من حروف المقطعة حروف مقطعة يكون مدأت ذكر للتنبيه على إعجاز القرآن ما إلا شيء إلا ري إن قرآنك معجزئي إن للشيخ صلى الله عليه وسلم مؤلفك كتاب قرطية على ألفه مفسرك رحمة الله عليه محمد علي سابوني بقره وكذا ألف لا ميم أرقاه راي جميع الحروف المقطعة ميله وكذا ولا أنكر هوم مركومات أنك فيلها بدن إلهي أك لكن ما إلا إن شاني سلينك برارجي قرآنك معجزئي والقلم قلنك يا كدار هذي إيوة ما يسطرون إيوة لا وما يكتبون وما يسطرون معنى جي وما يكتبون إيوة لا يقرأين قلنك إيوة لا يقرأين كدار هذي ما أنت أدميه ذي بنعمة ربك ربك النعميس بمجنون كوكوالك ميه ذي وإن لك أذيك إنسون هذا لأجر أجر أجر كاسو غير ممنون غير مقطوع كلقو يؤم هاي وإنك أذني الله محمد لعلى خلق عظيم دبا عدو ناكسن يك السقنت لعلى خلق عظيم دبا عدوين لغنوين سماوين يك السقنت فستبصر هذا أرق الدون تويب سرنا يوم أرق الدون بأيكم كيدين أو المفتون كان أونيتي يعني مفتون كه أو
fidnaysan ama la fidnaay iyo araga doondeer. Inna rabbaka rabbaga huwa usu calam og biman qofkii dalla dhumay can sabiilihi ku dhumi langijidshii ku dhumi ilaahay isu og wahuwa ilaahay aclam isu og bilmuhtadiina dadka hanuunsagna ilaahay isu og. Nuun walqalami wamaa yasturuun walqalami qalankiya ka dhaaraday ilaahay qalanka ka dhaaraday alladii yaktubu nnaas bihi alculuum walmacaarif qalankaasu mutuwal kansal ka abtuhay faina alqalama akhu lisaan dhere qalanka may buwa abranka walaalshii waay nicmooyinka ilaahay wiyana ku madad. Marka uqusimu bilqalami iyo ka dhaardeer wamaa yaktubuhu alkaatibuuna calaa sidqi muxamadin wasalaamatihi waa may ka dhaarday qalanka i waxyaabaha anti walqoraas bool qoraayaan iyo ka dhaarday calaa sidqi muxamadin wasalaamatihi mima nusiba ilayhi almujrimuuna min asafahi waljunuun. In nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam kubad qabo aan ku nibad qabo waxyaabaha mujrimiin intiiriin ah aana waali ah inuu suwaalinyi ah wa fi lqasami bilqalami in qalan laka dhaarada ilaahay allahu rabbulcaalamiin qalanka ka dhaarada iyo qoraalka ishaadatun bifadli lkitaabati walqiraa'a maraas waa dhawaaq waa faafin فضيلة كتابك هي قراءة. فالإنسان إنسانك من بين سائر المخلوقات مرقلا فيري أمك إلهي انتسكلا خصه الله تعالى إلهي ميك جون ولي بمعرفة الكتابة إنس والأبتقوك سو ليفصح سيسن إدي عما في ضميره. ولذلك أوائل الآيات آيات إنك هريه ديك ميك سونا هذي الذي علم بالقلم إلهي الله رب العالمين إنسان سوى البرة لكن ما هو الكبرة قال أنك هو الكبرة علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم تم الدليل في المرقوم على شرف القلم أن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة تمجيدا لشأن الكاتبين ورفعا من قدرة أهل العلم من قدر أهل العلم أهل العلم قدرك شرفتي لين إلهي قرن قاد ففي القلم البيان كما في اللسان وبه قوام العلوم والمعارف قال إنك ما يكتوسس علوم تدن بسك توسس القلم أرض كجرت وجنس وجنس القلم و مرك النون والقلم يكدار ذي وما يصدرون وما يكتبون ولا يقرأون يكدار ذي هي ما أنت أدميه ذي بنعمة ربك ربك النعمدس nabanamada iyo risaalada ilaahaga ka sii bima junuuni kokowaalan mihidi aayadama lagu jawaabaya hadalkii gaalada ereen yaa ayuha aladii nusila calayhi dikru innaka lama junuunu eran yaada lagu jawaabaya meel erey maa anta admihiidi binicmati rabbika rabbiga nicmadiis oo ilaahay kenga nimcay binubuwati warisaalati ilaahay kenga nimcay oo kenga nicmay ada jimagliidi وإن لك أذك ينسون هذه وإن لأجرا لثوابا لك أذك ينسون هذه نقول يا محمد ثوابك سو غير ممنون غير مقطوع كل قوي هنا ولا منقوص كل نقص سامون هنا إلى يرويسك ينسون هذا وثوابك ما يكون هلاس في سبيل تبليغ الدعوة دعوة أدت كي سايت أدت كي دين تفافيت ودين تبرايت يا إلهي سبحانه وتعالى أجرك هذا ما ظن قوسي وإنك لعلى خلق عظيم هذا ما يكسو أنت دبعات سريت أخلاق إذن في الأونتي لعلى خلق لعلى طبيعة يكسو أنت عظيم وين إذ بلق جيد إذن سريت لعلى خلق لعلى أدب إذ بيكسو أنت إذ بتاسو عظيم وين لأن إذ بتس إذن وين توا سلوجة إيو أنشع جي إذن وناك بلنات مثال كما يحل لك جيد على أدب رفيع جمل وخلق فاضل كريم يقصون دير وقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات إلى ما يبقى فضيلك كامل مكس يكين كل من يا له من شرف عظيم ولم يدرك شأنه بشر
شأنجي بشر هور مدينة لأرى فرب العزة جل فرب المعري فرب العزة فرب العزة جل وعلا يصف محمدا بهذا الوصف الجيد الله رب العالمين يا مير رسولي كتير مع مايا وإنك لعلى خلق عظيم في سورة العمران ما يكمرني فبما رحمة من الله لنت لهم رحمة إلهي ربي إلهي جيكو هذه درادية هذا دقيق نقلة تلير ولو كنت فضا هذه أفضل لأن نعرض درهم غليظ القلب دبع الغوكاكا لم فضوا من حولي والكوشل توفي وقد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم يكون العلم وقال والحلم ضلقات وشدة الحياء سريك بدنان رسول الله علم بدنها علم الله حلم ضلقات بدنان سريك بدنان كثرة العبادة إلهي أيضا عابده سخاء سقاونا ما حضافة صبر شكر تواضع اسوين قابل جيد زهد دمع الدنيا سن الله رحمة الشفقة نحرس إذا ترد وحسن المعاشرة والأدب أسلوب وناق ينطي يعني وضع نولان شتا أنقفلنا بان إذب إلى غير ذلك من الخلال ولذلك الإمام إمام الترمذي رحمه الله تعالى ما يقرأ كتاب له رواية الشمائل المحمدية من لسك أروري أخرج شيخان أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما ري خدمت رسول الله خادم صلى الله عليه وسلم 10 سنين ثمان سنة فما قال لي من غير أف قط مئة وقال ولا قال لي من غير لشيء وفعلت أنفر لما فعلته ما غير ولا لشيء شيء لما فعله أنفر ألا فعلته ما ولا يتمئة وكان صلى الله عليه وسلم يبهى أحسن الناس خلقا تتكلم كن قد بعد الناس هاي وما مسست خزا ولا حريرا غير ولا شيء ألين حرير متابا غير يو شيء كلا أكو جلعس من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قاعد تسكن يقول هرمار نير ولا شممت مسكا ولا عطرا يعني مسكي عطر هرمتاب نير أطيب أكو ضيبا من عرق رسول الله رسول الله ديديس مايك لي إمام البخاري وري أنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عائشة ما الورسي رسولك دب عادس قال بيتر كان خلقه القرآن يعني تأدب بأدابي قرآنك كويذب قال ذاي معني جساس شاعر كما يبرى إذ الله أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الوراء إذ الله أثنى بالذي هو أهله إلهي بهدي رسولك كأمان والإسهل هاي إذ الله هدي الله بأثنى أماني بالذيك هو أسوب أهله رسولك هلغي أسوك أمان عليك كركا فما مقدار ما تمدح الوراء مخلوق وحيباك أما أنا قرآن وانا تدون هذا القرآن فستبصر أرق الدون ويبصرون يون أرق الدون بأيكم كيدين أو المفتون كان لفتني بالجن لك فتني لأن الجن لك فتني سنة أرق الدون المفتون المفعول على وزن مفعول مفتون كان لفتني إن ربك ربك هو أسوء علمك بمن يضل لمع سبيل جتيك لمي وهو إلهي أعلم أسوء بالمهتدين علامة القرطبي يوري المفتون المجنون الأرهن الذي فتنه الشيطان ومعظم الصور ومعظم الصورة صورة بدنش نزل ما يكدقي في الوليد المغيرة وأبي جهل لبضها ساكدقين وقد كان مشركون يقولون ما يرهانا إن بمحمد شيطان محمد شيطان كدرسا وعانوا بالمجنون هذا ساسا نجيدا إلى يبري سيعلمون غدا بأيهم المجنون لانك شيطان كدي لانك كلا يغادون براب لسيد إن ربك ربك هو سوء علمك بمن ضل لانك دمي عن سبيلي كلمي هو إلهي أعلم أسوءك بالمهتدين دات كانوا سوني ربك أسوءك آهي ربك أسوءك قال تعالى إلى يبري لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين نبي الله محمد وقد عضيدتك حق بيني ودوا مجيدا لو تدهنوا إن الهدوات فيدهنون يون هدوات ولا تطع عضي كل حلاف متكسر هربضا أمهين دليس فاجر حقير دليس حماز حنبضا
mashaa'in socdo badan bin namimin la socdo badan da isku dirdir jijeelnima la socodsho badan manna'in lil khayr khayr kana reebo badan mu'tadin xadgudo badan athimin dambi badan utullin dabcad qalafsan بعد ذلك مركز بعد بعد تلك الأوصاف الذميمة أنت صفات حمر قلها شيء وبعدين زنيم وعلة لن كازور شيء وعلة أن كان إنو سهادي درادية دا مال انكو مال ان صاحب بين كوري ان صاحب إذا تطلع هذه الأخرى عليك شيء آياتنا إذا تطلع هذه الأخرى عليك شيء آياتنا أيضاً قد الأخرى قال ما ري هي آيات كان أساطير الأولين ذاتك حر أكاذيب تيوا خرافات شوا سنسمه ما يكو صمد الضعون على الخرطومي سنقرارك يكو صمد الضعون أهلا سنسمه ما يكو صمد الضعون كو على مدى الضعون على الخرطوم سنقرارك يكو صمد الضعون أهلا آيات كان بادي ميها قدقان الأهلا لانك الأهلاو الوليد المغيرة يا أبو جهل ولا تطع أن أطيع ضي نقول يا محمد ورشيء ويلي كل حلاف مهين متكست أونتي دار بدن مهين حقير دليس حماز أي مغتاب هو يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب ذاتك أيضا حنبضا هو مشاء صعد وبضنا بنميم نميمة إسك دردر يجيل نما تفتف نما آهي رسول صلى الله عليه وسلم بري حديث صحيح ماري إمام مسلم بحساري لا يدخل الجنة نمام جنة هذا مقالو لن نمام مقال وفي رواية لا يدخل الجنة قتاب قتاب إن نمام واسمد لن تفتفع ججيلة جنة مقال ما لا يفسد الناس تذكر لن تفسع ذي بضن أسو وذلك ما لا رأي السحن والإنشاق ساحر والمطعم والأر ساحر بيسو قدر لن تفسع ذي كفسع ذي هبل سكلها هبل سكلها هبل سكلها هبل سكلها هبل ديكدي هبل ديكدي لانك دوجي يو لان مهين او لان دولي سلان شقي ست مناع للخير خيرك كرهب وبدن وا بخيل واي ممسك عن الانفاق في سبيله معتد كو حد غدو بدن وا او ظالم متجاوز في ظلم العدوان وانا ظالمه او ان اي ظلم حد غدو وا معتد كو حد غدو بدن مناع للخير كو خيرك ثياب وبدن وا معتد حد غدو بدن وا أثيم تم بدن وا عتل جاف ويكو انجن غليظ ككن غاسل قلب نحرس دورن عديم الفهم بعد ذلك مركز بعدين الزنيم مفسرين تمي بيرنا نزلت هذه الآية آيضون وما يقدقين أهلنا الوليد من المغيرة فقد كان داعيا في قريش قريش شيء هذا وهي وليس منهم مكمتين ادعاه من شيء هذا أبوه أو شيء بعد 18 سنة ثم من إسيس نكب بعض أو جي شيء هذا أي تبناه كويرد كذا لي ونسبه لنفسه أن نسبه بعد أن كان لا يعرف له أبو أو ما ينكسان ابن عباس ما يبري رضي الله عنه عالمك الجليل كه لا نعلم أحدا وصفه الله بهذه العيوب غير هذا وير والكن هاي أن تان عبلا إلهك شيء ونقول ما لوير فألحق به عارا له لا يفارق أبدا ولجي فارقان وإنما ذم بذلك تاسميلا كآذي لأن نضفته إذا خبثت نضفته جيمر الشهوذة وعنق لك أول ربا دي حمات خبث الولد عنق نحمات
وروى ملي وليس أزوك أن الآية آية لما نزل مركها كدقدي لما نزل مركها كدقدي جاء الوليد وكو إلى أمه أيسا كو إلى فقال لها من غري إن محمدا وصفني ب محمد ما يتلمام بتسع صفات ما يتلمام كلها ظاهرة فيه كل صفات لها ولا يكسر غير التاسع تن سجع لذا ولم كهين يريد الزنيم من الجيد فإن لم تصدقني آية هذا رؤين شيء لربت عنقك بالسيف سيفك قرع ور فقال ما تري إن أباك أو كان ما هي تري عنين هاي أو كان عنين يا هاي لا يصدقني عشرة نساء فخفت ما أبصد إريه على المال مالك أن أبصد فما كنت راعيا من نفسي كوساري وإنس لي بيتر فأنت ابن ذلك الراعية كون تي لجريه ولا جريه كدالي أو كون مدال كورنا ريدك وخرب مي هران ظاهر لي لكن ريدك وخرب مي مرقي خرب مي مرقون أضو ويرين جريه كدالي تيري اللي إره ورك مفسرين ذهر راعيان ده إيو مؤرخين ده مرقان مي بواه زنيم مي لرأي شاعرك مي بأرأي الزني ملري الملصق بالقوم لندت لكدجي لري وليس منه قومنا اما الملصق بالقوم دت قوم كدجين وليس منه وهو الداعي ولنكش الدعي ده لن شيغدو الذي لا يعرف ابوه او جيل غزان قال الشاعر ماري زنيم ليس يعرف من ابوه بغي الام ذو حسب لئيم زنيم ورجي فازها زنيم ما يبو ليس يعرف ما كسو من ابوه او شيكي ما كسو بغي الأم وزنايس الشيء هذا يجيك قويتي يقول الله ذو حسم اللئيم لأنه نصبح أن صاحب أواي ذو حسم اللئيم وإيه ولا تضيع عضي كل حلاف متكست الأربضان كل حلاف متكست الأربضان ولا تضيع عضي ورشين ويلي فلا تطع أن أطع ذي المكذبين مكذبين تورشون ولا ودوا ميجي لذلك لو تدهنوا إن هذا حنطوات فيدهنون يون حنطوات هذا ولا دينتها كتبت يون دينتي ولا هكو تمريمي رداتي لنسو كوي ولا تطع أن أطع ذي كل حلاف متكسر أربع ذنب مهين دليس حماز حنب ذنب شاء سعد وبذنب نميم لسعد اسكدر در لسعد مناع رأي وبذنب لخير خير معتدين حد قد بذنب أثيم دنب بذنب عطول نحرس درم بعد ذلك مرخص بعدين الزنيم وعلى أن كان إنس هذا درادية ذا مال كم مال أن صاحبه وبنين أولاد أن صاحبه درادية أنه يقضي عضي أي كونه ذا مال وبنين إنس مال أولاد وسلال درادية أنه يقضي عضي إذا تطلع هذه الأخرى عليه كل شيء آياتنا أيضاً قال مهري أساطير الأوين هي آيات الأخرى هي محمد أساطير الأولين الذين يظهر الشيخ ذي هو سنسيمهم يكون صمودون على خرطوم سنقررك يكون صمودون إلى علامة كسار الضون نمرك آخر الديرة سنجعل له علامة في أنفي بالخرطوم عليه يعرف به إلى موت قال تعالى إله مباري إنا بلوناهم ونجرمنا كما بلونا سونا جرمنا أصحاب الجنة بارت أصحابته إذ وقت أقسموا يدار ذين لا يصرمون غوصاً وها بيرتس غوصاً مصبحين رورتي هوري صباح ذي هوري ولا يستثنون ولنما هكو استثنون ولما هكو رهم فضاف ميضاف عليها فضاف عليهم فضاف عليها ميضاف دائف كضواف ومن ربك ربك هجيكو هذا وهم نائمون يوهن درائن فأصبحت مين نغته كالسريم تلقوي أوكا نغته واللئبر بي لله علي فتنادوا نسنادين مصبحين الصباح ذهر أن يغدوك الله على حرتكم بيرتنك الله إرهن إن كنتم صارمين هانو بيرغوصوا هذه سنتين فانضلقوا بهم وهم يتخافتون يسقرون على المساكين مساكين دوسوا غريان أوليين فانضلقوا بهم وهم يتخافتون يوكشورين وكشوغايان الله يدخلنا إيها قالنا إيها بيرت اليوم أجيك عليكم كركين مسكين إيها قالنا
الله يدخلنا اي قالنا مسكين وكم مسكين ها بيرت اليوم اجيك عليكم كركي وغدوا كلهم على حرد دلال قادرين عليها اودا فلما راوها بيرت مركي ارغان ابرت لا لانت سيد ابرت قالوا ما رنا ان الضالون انهم لسنا انا جيتك كو دون بل امرين سنيني نحن انه محرومون هان لقديان قال اوسطهم اعدلهم كينك عدالت من بدنا ماري الا ما اقول لك وانا مسنغن لولا تسبحون هل لا تسبحون تسبح ستيد وهتك تيد مسنغن قالوا مرنا سبحان ربنا ربنا ظهير سنا انا كنا هين ظالمين هان ظالمين او هين قردرن هين فاقبل قابل بعضهم برشو على بعض بركل يتلاومون يسيدين ادين ان الله فكركم ادي توشي قالوا مرنا يا ويلنا شليتين انا كنا ما هين ضاغين هان حد قد بيهين عسى ربنا ربك أن ما يحقيك يا أيوب بدلنا أما أيوب بدلنا إن سنين بدلوا خيرا منها ولك خير بدن إنا أن إلى ربنا راغبون أن ربك أن يفضان إرم كذلك العذاب الأمر أمرك كذلك ساسوا مثل العذاب عذاب كذلك صلي سوري كذلك العذاب العذاب عذاب كذلك ساسوا والعذاب الآخرة آخر عذاب شيء أكبر وين لو كانوا يعلمون هذه أجازفا قصدان تنغى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يسرمونها مصبحين يعني إلهي ميليا ما يجربني أهل ما كي جربني أبار إقاجي إياك جربني حبارك حبار نوم صلى الله عليه وسلم إلهي حبار درادية صدون أن جربني أصحاب البستان نمكي بيرت الهاي أوكال مارك ميلي شيئي قصدان أصل المفسرين ما يبهرانا كان لرجل مسلم لن مسلم هاي ومضاق مريض هاي هي بقرب صنعاء بستانه من الصنعاء دو يبهرتك الله ومن أنواع النخيل وزروع تمر عنب أبور قليد إيو يعني شعيرت إيو وحيا بالك أبور جري تلوك بان حبوب ثمار والكستك يا لان وكان مبا اذا حان وقت الحساد ميرغوي بهل الدير دع الفقراء فقراء ويرجري فاعطاهم نصيبا وافرا والبل نسيجر واكرمهم وان كرم جري غايه الاكرام فلما مات الاب مرقي او قدمدي ورثه من دخل ابناءه اولاده دخلن الثلاثه فقالوا ما رنا عيالنا عيال كان كثير بدنين والمال قليل مال كان يري ولا يمكن من ينسور أن نعدي المساكين إن مساكين تون ورسين من ينسور توسدي أو كان ويلجر ونم ويلكر تل ذا مركو ما قلت تل ذا أنا على الله يعطوا أحدا من الفقراء شيئا لا مساكين والبلن سين يقوان سدي وأي جنود ثمرها مراج إن يقويسا وقت الصباح الصباح ظهر خيفة خفية عنه يقول صغر يوم مساكن تاسي اسك دارس مر اسك دارس همي مركي بلنت لي شرط ما يسد يا مركو الهي عادل كه جو ان جو اوغيا الهي مطلع على غيب يا غيبك الهي صد على عادي وما توسوس نفس الانسان يا الهي اوغيا نفس قلبه ولا كوري اوغيا الهي مين بيرت ميك سلده هلك يك سلده دبا كدير الهرولب دب يبيرتك سلدي احرقت الاشجار واتلفت الثمار ابر بيرسلاي داي داي هرا بوتك باستا بدنه هاك لهنا بيرت بولو سيدي جيت مكيال قال مكيال مي ولا انغادنا يو جيتك غفين مين اداتي ان بيرتيو الهي سبحانه وتعالى او كهلاغي بابيان اداتي شلاين إذا شلاين وتابوا بعد أن فات الأوان ما يتوب شيئا أنا مركي فرصة لما تبرتي هل أكسنت يتوب شيئا الدنيا أضوضة مركي الله بالله مركمات إلا ولا والدك القدير كبر لك فضي معي أو كأسوب سي حريدة أن شغي سحولها كسبة هوبو سوال بعض كهلي وبلابك إن يتوال كل كسبة طلب فضي مركي ريد نمان كم بدك على السنة دي والدين بر والدين كما يكون مذا سنة والدك أو نتي فيل هايت إن الدورين سنحهم أو كيف هاي مين قصوا عضو
هذا أذكى قلدنا غلط ما يكسر هذا لكن والله والوالدين تكسرنا عين إحسان يسوع بيجرن إن اللي وده ما يلقو سوى ما يكون متى بالوالدين يكون متى والد كلام بعرف عليه يكون متى إن ناون بلوناهم جربني هان غير ما كودكم هان جربني نعمي قبل هران وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رسوة رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مرقس إنّا بلوناهم جربني كما سدي بلوناهم جربني أصحاب الجنة بيرت أصحابتي إذ وقت أقسموا دارذن لا يسرمون غوصدا أو غوصدا أو غوصدا ها بيرت مصبحين يوك الله عين أي وقت الصباح صباح الوقت جاء ولا يستثنون ولا نما قريب إن شاء الله ما أريل جديد ولا يستثنون أي ولم يقولوا إن شاء الله ولم قريب استثنوا قريب ولا ريب ولا يستثنون ولم قريب ولم استثنون أي ولم قريب أي إن شاء الله ما أر حين حرفوا مركو لا رضاين إلهي مجاجي محسن إن شاء الله ما أر وابيو إسك كارسون فضاف ما يضواف مري عليها يلك جديد ملايين تفسير كلامي هاي سوسه عليها على المز على البستان بيرتك ورجع مع الجنة ضائفن كوري جو أم ربك ربك هيجيك واحد يبيرتي مري وهلاقي وهم نائمون يوهن دراين فأصبحت البستان أما فأصبحت الجنة ما ينقتي كسريم كلمة سروم تلمروبي أو كانت الله شف فتنادوا إن سنادين مصبحين يوك الله هاين أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا ليمضوا سيونك بان الميعاد بلنتي بيرتي يونك بان أنا غدو فتنادوا نسنا ذي مصبحين يونتي كاللهايان قائلا يقول بعض لبعض غراو أنا غدو كالله على حرثكم بيرتين كالله إن كنتم هديتين صارمين هانو غوصوا هديسين اتين حاسدين وإهانو هشفضوا هديسين اتين كالله فاندلقوا بهن نحو البستان بهن وهم يتخافتون أي يتهامشون يونتي إنس شورين أو حضر إسلاف سين أو قرصن أو لين الله يدخلنها أي قالني اليوم أجيك عليكم كركين مسكين الله مسكين الدنيا رأيها سين قالني ولا يسين بسين كيرين مساكن ولا سيكور ولا سيهين يتنورين وغدو كاللهن على حرد على قصد يكبهن قادرين حاليين حانو أونتي أود يعني وغدو كاللهن على حردنا كبان على قصدنا الجديد وقدرتنا كبان في أنفسهم يظنون يوم ملايين أنهم يو قادرون عليها إن يؤود إن لن يؤك عليهم آهي وغدوك اللهن على حرد الحرد أسرج من الرأي القصد والعزم الأرهن قصد عزيم الأرهن آهي وغدوك اللهن على حرد أي على قدرة وقصد يؤك عليهم سدي بن عجلان مفسر كلا روماري على حنق وغضب حنق حناق الدرف قال حسن ماري على فاقة وحاجة باهي إي أنتي يك يك كالله ناير قولك ابن عباس يا أظهر أنك أظهر سن ينك أظهر أنك أظهر أنك ظاهر سن وغضو كالله على حرد دلال قادرين هنا أود يوئه سيون سقفان قادرين حالين هنا أود أن له كما يظنون سيون ملايين إن يؤود لهم على تنفيذي قصده قصده إن يفلي كرام سيون سقفان فلما رأوها مركيو أرغان أيضا المركو بنوي وغدوا كلهن على حرد على قصد وقدرة قصد يقوانك كالله قادرين حالهم هنا أود أن له أنهم تمكنوا من مرادهم إيو مراد يديرين هنا أود أن له يو أي وصيو نساعي سلا إلهي نتوى أوريستال فلما رأوها مركيو أرغان قالوا ما إرنا إنا لضالونا ونحن لنسون عن السيف جيت كبارتما مع قادنا إرنا بل مدون سنيني نحن أنهم محرومون هانو لقذي إلهي جيرنا قذي حرمنا ثمارها وخيرها بيرتون خير جاي مراجلنا قذي دتقتيك ديذا إلهي جيرك قذي أنا قال أوسطهم
أعدلهم لكن كعدل السناي ماري إنك لحد على السناي ألم أقول لكم أنا مسنجرنا لو لا تسبحون هل لا تسبحون الله إلهي إن تسبح ستيد ما سنجرنا إلهي إن تسبح ستيد ما سنجرنا أهي أو فتقولون سبحان الله إرتن أو إن شاء الله إرتن والمخطئ الذي يفعل الشيء خطأ دون قصد مخطئ ما إلى رأي لنك أدن بي كل يوم سوني قصد خاطئ ما إلى رأي لنك قصد قال تعالى إلهي مبري فلا أقسم ما يكدار بما تبصرون وليس غرغاساني وما لا تبصرون وليس غرغان إنه أن القرآن قرآن كلا قول رسول رسول قول شيء رسول رسول كريم صوب على الله إلهي كريم وما هو ما بقول شاعر شاعر قول شيء ما قيل ما ما يرد تمنيس رميسا ولا بقول كاهن كتاب قالوا قول شيء ما قيل ما ما يرد تذكرون اسم وانس ماسا تنزيل منزل كل هدي واي من رب العالمين الله رب العالمين كيجي إلى هددي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إلى سورة الشعراء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.